كان يا مكان يا أصدقائي، كان في قصة اسمها قصة الحمار الزعلان. طب زعلان ليه بقى الحمار؟ الحمار كان زعلان قوي قوي، لأن طبعا كان دايما بيقولوله يا حمار، زعلان إن هو بيقولوله يا حمار، كل اللي حواليه في الغابة يقولوله يا حمار. راح هو قرر إن هو يروح لملك الغابة، وراح قال له يا ملك الغابة، نعم يا حمار، ماذا تريد؟ لا تندهن بهذا الاسم. بماذا تريد أن أندهك إذن؟ اندهني باسم تاني غير اسم حمار، لأن اسم حمار مش بحبه. شوف انت الاسم اللي انت حابب يكون اسمك، ماذا تريد ان يكون اسمك؟ وجدتها، انا بحب ان يكون اسمي سمكة بدل ان يكون اسم حمار. انت غيرت اسمك كما تريد، دعني اسألك سؤال. اسألني يا ملك الغابة. انت دلوقتي بتقدر تعوم؟ لا. يبقى انت كده مش سمكة، انت حمار لانك ما بتقدرش تعوم. القصة بقى استفدنا بيها ايه بقى؟ استفدنا بها ان المفروض الواحد اللي ربنا خلقه بصفات معينة يبقى راضي بيها، لان طبعا هي افضل حاجة ربنا خلقه بيها. تمام، يعني الواحد ما يزعلش حد مثلا يقول له صفة معينة وهي تكون ميزة فيه جميلة وهو ايه مش واخد فيه. تمام، يلا بقى، باي باي.